حمزة، برأيك هل تستطيع هذه القمة أن تجتاز العواصف اللي مرت بها دول المنطقة؟ أولا شكرا جزيلا لك سعد رائد والضيف الدكتور طالب والمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه القمة تختلف عن القمم العربية السابقة. احنا في ذهننا صورة نمطية عن القمم العربية انه بيانها يعد مسبقا، الحضور متفاوت، القضايا ظل مجرد انشاء. هذه القمة تأتي في ظرف مختلف ايجابي نسبيا، وبالتالي هناك إمكانية لأن يتم العمل بشكل مختلف أيضا على صعيد هذه القمة. هذه القمة تعقد في ظل ظرف دولي وإقليمي فيه أمور تغيرت لصالح العرب إلى حد كبير. يعني المتغير الكبير الذي حصل بعد الحرب الروسية الأوكرانية جعل المنطقة العربية تعاد لها أهميتها وقيمتها، بدليل أن الضيف الشرف لهذه القمة هو الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وهو بحد ذاته هذه العملية فيها رسائل ودلالات. يضاف إلى ذلك أمريكا قبل الحرب الروسية الأوكرانية غادرت المنطقة، بل الشرق الأوسط، لأن الصراع الذي انفتح بشكل كبير هو مع الصين ومع روسيا. بعد الحرب الروسية الأوكرانية تغير هذا المنطق، رجعت أمريكا ثانية إلى المنطقة، ولكن رجوعها لم يكن بالقوة التي كانت عليها، فأصبح الآن المجال واسع لإمكانية أن يتم يعني التفاهم العربي باتجاه إيجاد يعني ممكن قوة أو تكتل عربي ممكن يكون إلى دور فاعل في القضايا الإقليمية والدولية. دولة رئيس الوزراء طرح سؤال مهم، وهو ما هي واجبات الجامعة العربية عند اندلاع الأزمات؟ نعم، هو هنا نقطة مهمة طرحها رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، وهو أنه دعا إلى أن تكون للجامعة أن يكون للجامعة العربية دور الريادة، وهذه نقطة مفصلية ولأول مرة تطرح من زعيم عربي، بمعنى أن الجميع يعرف أن القمم العربية تنفذ قراراتها من خلال الجامعة العربية، ولكن الجامعة العربية اكتفت على مدى أكثر من نصف قرن، من 64 أول قمة عقدت في القاهرة إلى اليوم الجامعة العربية تدري أنه الأمور ما راح تتابع بشكل جدي، وأنه هي يعني بالنتيجة هي خاضعة لهذا الطرف العربي أو الإقليمي أو ذاك. السودان طرح فكرة مهمة، وأنه تلعب الجامعة العربية دور الريادة. شون الاتحاد الأوروبي الآن، الاتحاد الأوروبي الآن مو مجرد صدى للخلافات الأوروبية، وإنما هو محور جامع بمعنى إلى دور رئيسي، لأن الأوروبيين مو يقعدون كل سنة أو سنتين قمة ويعفون كل ما يدير وجهه يروح، وإنما هم تكتل وسوق واحدة وتكامل على كل مستوى، وذاك يكون دور المنسق عندهم. هذا السؤال دور مهم من السيد السوداني، هل هو رسالة إلى الجامعة العربية بأنهما ماخذ دورها الريادي؟ نعم، كنا نعرف أن الجامعة العربية ما ماخذ دورها، مو بس الدور الريادي، دورها الطبيعي ما ماخذته،